قلت له ابو شاكر. ايوه قبلوا يعطوا قصدي يعني مش الحال اتفقتوا ولا لسه؟ اوعى تكون اخذت قرار قبل ما تشاورني، بزعل منك كثير. دخلك قد ايه طلبوا فيها؟ مو كثير، لقطه 200,000 مقدم و 200,000 مؤخر، بس والله شرط صعب كثير، قال ما فيني اشوفه الا بعد كتب لي كتاب. الله لا يوفقك. شو بغل ولك حمار انت؟ حدا بيشتري سمك بالماي؟ والله لا تاكل خوزاء يطلع من احف راسك. معقول واحد يتجوز وحده بدون ما يشوفها؟ لك لا، ما امي واختي شافوها وقالوا عنها حلوه كثير، كربوجي كثير مثل القمر، بتقول للقمر قوم لاقعد محلها. وحتى لو هيك نسيت مين اخوالها؟ اخوالها هيك العين فتح عليهم بالبلد، عملت لكم كثير، وين ما عم يروحوا عم يحكوا. وما لك مصلحه منهم، نوم. قولي يعني شو بتنصحني ساوي هلا؟ تنزل مباشره لعند بيت ابو شاكر، دغري تروح تفصل القصه. لك قوم روح، قوم لحق حالك بلا ما تخوزها، لك يلا قوم. اي أيوة والله الله لا يبلينا. بسرعة روح الله يكون بعونك، روح الله يكون بعونك. يا سلام. خير لك ابني؟ خير؟ جبتني كرفة تشوفي؟ والله يا ابني جبتك لحتى خبرك خبر حلو كتير. هات لأ شوف شو هو. قررت اتجوز. ميت الحمد لله، ألف مبروك لك ابني، ألف مبروك. هيك بيتك كامل ومكمل، هيك فرحني. هي الحمد لله، والله هيك حسيت في شيء ناقصني، عم بصفن شو ناقصني، قلت بنت الحلال نتجوز. ميت الحمد لله يا ابني. وطمني، أنت ناوي على شيء وحدة ولا دور لها؟ لا لقيتها. مين هي طمني؟ ابتسام بنت أبو شاكر. لك ابني شو صلك مع مي على قلبك ابتسام؟ إيش في أمي للشباب؟ لك شلون شبه ابتسام؟ شو جنن انت؟ لك البنت وهي صغيرة وعانة من الطابق الثالث على راسها، يعني البنت بتقع بالساعة. لك هي نفسها اللي بتاكل من الزبالة وبتعوي بالشارع ومختطة دائما شاطرة؟ هي بذاتها برضاي عليك لك ابني، بلا لك ياها. شو رأيك اخطب لك اختها احلام صغيرة؟ والله ما بعرف شو بدي اقول لك. شو وضعها؟ قمر مصور وبنت عمرها 24 سنة. شو قلت؟ جسم. عم قل لك قمر. شو هذا حسون؟ شو هذا؟ وعساس بدنا نخوزقه؟ بدك تجوزه واحدة واقعة من الطابق الثالث توقع بالساعة؟ لك يفتح حريشك، من كتر مو حلوة البنت بتقول له القمر قوم لاقعد مطرحها. الله لا يوفق. لك أنا قديش شفت بحياتي أولاد حرام، أولاد من حرام وما شفت. شو يعني؟ لك شو يعني؟ أبو شاكر عنده بنتين، ابتسام وأحلام، إلا نحن بنخوزه بابتسام وباخذ أنا أحلام، أم أخذ أحلام وراح يخوزعني بابتسام ابن الحرام. لا عم صحتين. عجزنا هالابن الحرام وما قدرنا نفوزه. شو هاد؟ لا اوعك تعمل شي بدون ما تشاورني. انا بحرس الخوزة قصايرة على ابو موزة بالبلد. اوعك، لا انا بكره الصبح بحلل لك اياها. مع السلامه.